السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد وتوقيت مباراة فريق شبيبة القبائل الجزائري وفريق رويال ليوبارتا الإسواتيني في إياب الدورة 32 الثاني المؤهل لدور مجموعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021-2022 والقنوات المجانية الناقلة للمباراة. انتهت مباراة الذهاب بين فريق رويال ليوبارتا الإسواتيني وفريق شبيبة القبائل الجزائري بفوز فريق رويال ليوبارتا بنتيجة 1-0، يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري فريق رويال ليوبارتا الإسواتيني في إياب الدورة 32 الثاني المؤهل لدور مجموعة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد 6 فبراير 2022 على ملعب تيزي وزو في الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، ويرتقب نقل هذه المباراة على قناة الجزائرية الأولى أو قناة الجزائرية 6.